بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ده فيديو توضيح عشان اوضح الفرق ما بين Vertical Curve و Horizontal Curve باستخدام برنامج Civil 3D اللي بيستخدم تصميم الطرق. فانا جيت هنا عملت طريق بسيط كده عبارة عن خط مستقيم، فكده هنا في Horizontal Curve، فكده تكمل خط مستقيم، هنا Horizontal Curve تانية، بعد كده هنا خط مستقيم لحد ايه، لحد نهاية الطريق. فهنعمل زوم كده عشان نشوف الـ Stations. فلو جينا كده لبداية الطريق نشوف اول Station، هتلاقي دايما في بداية الطريق Station البداية هنا بزيرو. هنا بدأ الطريق يزيد معانا 0 زائد 100، 0 زائد 200، 0 زائد 300، طول ما ماشي بيزيد 100. طيب رقم الزيرو بقى اللي هي اول ستيشن ده لسه بصفر هنا، امتى بقى هيزيد يبقى بواحد؟ هنكمل 0700، 0800، 0900، 1 زائد 00. معنى كده الستيشن الواحد دي بتيجي كل كام؟ كل 1000 متر، يعني الستيشن الواحده بكيلو. يعني انا مثلا لو عندي هنا طول الطريق، في الطريق بتاعي انا نشوف طول الطريق اخر ستيشن بتاعتي الاند بوينت هنا في 7 زائد 616، يعني 7 كيلو زائد 616 متر. تمام. طيب تعال نشوف بقى الهوريزونتال كيرف. كان عندنا في هنا اتنين هوريزونتال كيرف، ادي واحده هنا واحده هنا، تعال نشوف اي واحده فيهم. هنلاقي هنا في نقطه البدايه في الهوريزونتال كيرف سميناها قلنا البي سي، ودي نقطه النهايه اللي هي نقطه البي تي. وهنا البرنامج بيدي لك الاستيشن بتاعت البي سي هنا ب 5 زائد 111، وبتاعت البي تي 5 زائد 300. طب هنا هو البرنامج بيدي لي الاستيشن زي جاهزه. طب لو انا عايز احسبها نحسبها ازاي؟ طب تعال نشوف كده، نعمل زوم كده اكتر على الطريق بتاعنا، نشوف الطريق اساسا بتمشي ازاي والاستيشن بتتحسب ازاي اصلا على الطريق بتاعنا. ممكن بس نشيل الكوريدور ده عشان ايه نعرف نشوف احسن. تعال ادي الاستيشن ايه، شايفين علامات دي الشرطه دي هي اللي الاستيشن بتاعتي. طب كانت ماشيه لحد جت عند الكيرف بتاعي، بدات تمشي ماشي على الكيرف هنا، شايفين ادي الشرطه ماشي ازاي، ماشي على الكيرف هنا، ودي ماشي على الكيرف، ماشي على الكيرف. معنى كده الاستيشن ماشي فين، الطريق بتاعي الاستيشن لما بيجي يحسبها ماشي ازاي، ماشي على الكيرف بتاعي كده. فلو معايا الاستيشن بتاعت البي سي وعايز الاستيشن بتاعت البي تي، فانا محتاج اجمع عليها الطول ده، الطول ده اللي هو ال كيرف، الطول بتاع الهوريزونتال كيرف احنا سميناه ال. فالستيشن بتاعت البي تي بيساوي الستيشن بتاعت البي سي زائد مين؟ زائد ال، ملهاش علاقه بالخط اللي شايفين الخط الرمادي ده، هو ده كانت النقطه المفروض، النقطه دي هي نقطه الانترسكشن بتاعتهم البي اي، ملهاش علاقه بالطول ده زائد الطول ده، لا، لان الطريق بتاعك هتمشي ازاي؟ همشي على الكيرف بتاعك ده هنا. طب بالنسبه للاليفيشن، طبعا الهوريزونتال كيرف ملهاش ايه؟ اليفيشن، لان ده ايه؟ بلان. طب ده بالنسبه للايه؟ هوريزونتال كيرف. طب تعالى نشوف بقى الايه؟ فيرتيكال كيرف. عشان نشوف الفيرتيكال كيرف لازم ناخد ايه؟ قطاع راس كده، فعملنا بروفايل للطريق بتاعنا. فادي البروفايل للطريق بتاعنا، وادي ميل الطريق في البروفايل بتاعنا كان 0.72 مثلا في البدايه. هنا ادي الاستيشن بتاعتي، تعال بص الحته دي مهمه قوي، تعال بص هنا لو شفنا الاستيشن هنلاقي الاستيشن ماشي ايه، ادي 0 100 200 300، فكل ما انا ماشي ايه عمال بيزيد 100. طيب السؤال المهم دلوقتي، هل الاستيشن دي معتمد على شكل الطريق بتاعي فوق عامل ازاي؟ يعني انا هنا ايه مش موضح الطريق، بس هنا الطريق عباره كان هنا خط ايه مستقيم، قدام شويه هيبقى في هنا مثلا ايه في كيرف هنا صغير، وفي هنا كيرف كبير كده شويه في الاخر، في هنا ايه في فيرتيكال كيرف هنا برضه، هتلاقي الاستيشن برضه ماشي ازاي 100 100 100. بمعنى كده الاستيشنز ملهاش علاقه بشكل الطريق، هو كان افقي، كان خط مش خط مستقيم ولا كان عباره عن كيرف. لكن الاستيشنز المعتمد على ايه؟ معتمد على الفرق الايه، الطول الافقي ده. يعني مثلا لو شفنا الفيرتيكال كيرف بتاعنا، عندنا هنا في كريست كيرف، كريست فيرتيكال كيرف، بادئ من نقطه ادي البي في سي، وادي نقطه الاي في سي بتاعتي، وادي الاستيشنز بتاعتي. البي في سي هنا مدالك 6 زائد 610، والاستيشن بتاعت الاي في سي 6 زائد 899. فالاستيشنز هنا دي عشان احسب الاستيشن بتاعت الاي في سي من البي في سي ما بجمعش عليها الطول اللي هو الازرق ده، لا، اللي بجمعه هو الفرق اللي هو الخط الافقي ده، الطول الافقي، المسافه الافقيه ما بين الاستيشن بتاعت البي في سي والنقطه بتاعت الايه؟ الاي في سي، اللي هي كنا بنسميها ال فيرتيكال، اللي هي الفيرتيكال ايه؟ اللينس بتاع الفيرتيكال كيرف، اللي هي انا مثلا هنا مديها لك بكام؟ ب 289. طبعا برنامج جميل في الموضوع ده ان هو بيحسب لك كل الحاجات دي جاهزه، مش محتاج انت ايه تحسب اي حاجه. كل بس اللي عليك انك تحدد له بس في النقطتين الكيرف وتدخل له بس الكي، هو يقدر يطلع لك ايه بيت الحاجات دي. وحتى هنا الهاي بوينت ستيشن مديها لك، والهاي بوينت اليفيشن برده مديها لك، والبي في اي ستيشن والبي في اي اليفيشن، فمدي لك كل البيانات جاهزه. بس اللي كنا عايزين بس ناكد عليه تاني ان الاستيشن هنا تحت الاي في سي ما بيساويش الطول اللي هو ايه على الكيرف ده، اللي بيساوي الفرق ايه الطول الافقي ده اللي هو كنا بنسميه ال ال. فالال هنا مثلا ب 289، فلو جمعت ال 289 دي على ال 610 دي هيطلع لك هنا كام؟ ال 899 دي فعلا. تمام، شكرا، اتمنى انكم تكونوا استفدتوا. ولو في اي مشكله او في اي حاجه ممكن ايه ممكن تبعتوا لي في الكومنتات، انا برد عليكم ان شاء الله في اقرب وقت. شكرا، السلام عليكم.